مساء الخير مونيا. أهلا بك هارون، أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى هذا الموعد الرياضي الجديد. بداية، كشف مصدر جديد مسؤول من الفاف لتلفزيون النهار إلا أن خيار اللاعب الدولي السابق رابح ماجير كمدرب جديد للمنتخب الوطني خلفا للتقنية الإسباني لوكاس الكاراس أضحى مطروح بقوة في أروقة الفاف بسبب تأخر المفاوضات مع المدرب الجزائري الآخر المغترب جمال بالماضي. ووفقا لذات المصدر فإن ماجير سيكون مدعما بتقني جزائري آخر ذو خبرة في الميدان لتعويض ابتعاد صاحب العقبة الذهبي عن الميادين لفترة طويلة. أشرف اليوم وزير الشباب والرياضة الهادي الدعلي على افتتاح الموسم الدراسي الرياضي بالثانوية الرياضية بدراريا بالعاصمة، أين أكد المسؤول الأول على الرياضة ببلادنا أنه يراهن كثيرا على الإطارات والرياضيين المتخرجين من الثانوية الرياضية باعتبارهم هم الرياضيو النخبة في المستقبل. وليد معمري كان حاضرا وعد بالتالي. يطيب لي ويسعدني مشاركتكم هذا اليوم الذي يوافق الافتتاح الرسمي للموسم الدراسي 2017-2018 بالثانوية الرياضية الوطنية لدراريا وملحقاتها الثلاث. والجدير بالذكر فإن النتائج المتحصل عليها في شهادة البكالوريا تتعدى وبصفة متتالية معدل المتوسط الوطني بنسبة نجاح تقدر ب 64.39% بالنسبة للسنة الرياضية 2016-2017. هذا وأكد وزير الشباب والرياضة ولد علي لأن الوصاية لن يكون لها أي دخل مباشر في تعيين الناخب الوطني الجديد للخضر، والذي أكد أنه من صلاحية الفاف المطلقة، غير أنه لمح إلى تشجيعه للإطار المحلي. Je vous renouvelle ma position que le ministère ne s'ingère pas dans le choix des entraîneurs. À cette question, je ne peux pas conditionner à la مكتب الفيدرالي. راهم سيادين في القرار تاعهم فيما يخص الاختيار الطقم التقني سواء مدير تقني او مدير وطني ومدرب للفريق الوطني. نوثقون ان شاء الله يكون خيار الرجل المناسب للفريق الوطني الجديد. كما اوضح ولد علي بخصوص ما اثير عن تدخله في صلاحيه الرابطه بعد مطالبته بتاجيل الدربي العاصمي بين العميد واتحاد العاصمه، هنا اكد بانه اعطى رايه فحسب والقرار من صلاحيه الرابطه. كلامي مع الصحافة الوطنية المحترمة لا ما كانش تدخل الوزارة في شؤون سواء كل الاتحادات أو الرابطة أو الأندية، لكن فيما يخص الديربي سي سو ديربي اي لوكاليزي او 5 جويي جي دي جوست كو il faut attendre que la police de 5 juillet soit fin prête pour jouer. Que ce soit le derby, que ce soit la Supercoupe. Le dernier mot, forcément, donc il revient à la FAF et la Ligue. Ces deux instances doivent se concerter pour domicilier les matchs. ينتقل شباب قسنطينة إلى عاصمة زيبان ببسكار مواجهة الفريق المحلي، وهي مهمة حضرت لها التشكيلة في ظروف جيدة جعلت المدرب عمراني في أريحية رغم وعيه بصعوبة المأمورية. التقرير لزميل كريم نونيس. بمعنويات مرتفعة أنهى فريق شباب قسنطينة تحضيراته تحسبا للقاء الذي سيجمعه باتحاد بسكرة في خرجة مفخخة يعول فيها المدرب عمراني على العودة بأخف الأضرار ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية للبقاء على مقربة من الريادة ومتابعة السباق بأريحية. المقابلات هذو ما فيش مقابلات سهلة، نجم نقول لك باللي مقابلة صعبة، ستا ماتش بياج. نحاولوا باش نبداو المقابلة في أحسن من اللي بدينا المقابلة نهار اللي لعبنا مع تاجنان. نتمنى باش نتفاداو الأخطاء اللي درناهم خارج الملعب تاعنا باش نجموا ربما نعودوا بنتيجة إيجابية ولو تبقى المقابلة صعبة على الفريقين. آخر حصة تدريبية للسنافير قبل الانتقال لعاصمة زيبان جرت بحضور مسؤولي الشركة المالكة الذين أكدوا دعمهم للفريق وتوفير كل ما هو مطلوب، والهدف الصعود فوق منصة التتويج عند نهاية الموسم. بطبيعة الحال الزيارة تاع الملاك اللي جات اليوم للتدريبات الفريق، هما جاو بالامس واتصلوا بيا وجاو يديروا زيارة للفريق والمنشأة تاعنا خاصة قطعة تاع الأرض والسونتر دو فورماسيون، وراهم واقفين على كل صغيرة وكبيرة، وإن شاء الله كما طلبوا مني هذا الموسم هذا يكون الفريق تاعنا حبي يقول
يعني يكون في البوديوم باسكو الامكانيات موجوده. ان شاء الله احنا نلعبوا مقابل مقابله، وان شاء الله لا فيزيت تكون مربحه على الفريق تاعنا ونشرفوا الالوان تاع شباب قسنطينه. شباب قسنطينه اتحاد بسكره هي مواجهه واعده باهداف متباينه، ابناء الزيبان لتاكيد الاستفاقه والسنافير لمواصله السباق دون اخطاء، فلمن ستكون الغلبه؟ جاء تعيين إدارة اتحاد بسكرة للاعب الدولي السابق مصطفى كويسي مناجرا عاما للفريق من أجل دعم الطاقم الفني وكذا إعادة هيكلة الاتحاد والعمل على إيجاد حل للمشاكل المالية التي يتخبط فيها أبناء الزيبان والتي أثرت سلبا على النتائج المحققة منذ انطلاق البطولة. علي الرحاب بعث لنا بالتالي. لم تكن بداية أبناء الزيبان موفقة منذ بداية الموسم الرياضي، وكان لقاء مولودية الجزائر المنعرج الأول بسبب العقوبة والخسارة التي توالت منذ ذلك اللقاء، أين تلقى أبناء المدرب العطوي خلال اللقاءات الخمس خسارة 3 لقاءات والتعادل في لقاء وفوز واحد. ومن أجل الخروج من هذا المأزق دعت الإدارة كافة محبي الفريق لإنقاذه من الأزمة المالية التي يتخبط فيها، كما عينت اللاعب الدولي مصطفى كويسي مناجرا عاما للفريق. أنا نقول باللي جيت باش نجيب أن بلوس، نجيب إضافة إن شاء الله للفريق من حيث لورغانيزاسيون، من حيث يعني الامور، يعني بعض الامور التقنيه يعني كنصائح. طرقنا يعني عده ابواب واتصلنا بالسيد الولي اللي نتمنى ان شاء الله يقدم لنا يد المساعده رابطه ارباب العمل. لما تشوف بسكرة يعني كما يعرفها الجميع أنا يعني قطب سياحي وقطب صناعي وقطب فلاحي وقطب يعني ثقافي، يعني والله من المؤسف والمؤسف جدا أن يعني نعانيو نبقى في الحالة المزرية. وأمام هذا الوضع يواصل لاعبو الاتحاد تدريباتهم في انتظار حل المشاكل التي حتما سيساهم في حلها الوافد الجديد مصطفى كويسي. بالنسبة لمبادرة اليوم استحداث منصب مناجر عام لساعة الإدارة اليوم نصبة سي مصطفى كويسي، احنا نثمنوا هذه المبادرة لأنها هي النقطة الانطلاقية الاحترافية الحقيقية. ليبقى الجمهور المتتبع للأحداث يطالب بدعم للفريق الذي يتوفر على إمكانيات تؤهله لأن يلعب أدوارا مهمة في البطولة. ختم هذا الموعد الرياضي، العودة لك هارون. من جهته قال نجم المنتخب الوطني للسنوات الثمانينيات الأخضر باللومي أن الخضر بحاجة لطاقم فني محلي من أجل بناء منتخب قوي على الصعيد الإفريقي. إبراهيم الدمعة وأكثر تفاصيل. على بعد شهر عن المباراة الختامية لتصفية مونديال روسيا 2018 لم يتبقى للمنتخب الوطني أي استحقاق آخر لهذه السنة التي حملت معها عديد المحطات المثيرة التي أدت في آخر المطاف للخروج المبكر من تصفية المونديال بعد مشاركتين متتاليتين. الخضرة اليوم وبعد سلسلة من التغييرات على المستوى الإداري والفني ومن ثم الحديث عن إقالة أو استقالة الناخب الوطني الإسباني لوكاس ألكاراز والحديث أيضا عن أداء الرئيس الحالي الجديد للفاف خير الدين زاتشي تبدو أن الأمور تزداد تعقيدا، خاصة وأن تصفية كأس أمم أفريقيا على الأبواب، أين يرى أحد صانعي ملحمة خيخوم الأخضر بلومي أن قضية المدرب ألكاراز انتهت ويجب التفكير في مدرب محلي قادر على صناعة توليفة من اللاعبين المحليين للاستحقاقات القادمة. نورمالمون نهار الهزيمة ضد ليبيا في قسنطينة تماك نورمال كان يروح، بس هذا مدرب صرحنا به الاول، هذا مدرب تاع انديه ماشي تاع فريق وطني، يعني الفريق الوطني كل صراحة كبيره ليه، كرامتنا ليه، ما نقولوش ما يعرفش يخدم ولا يتكلم مع اللاعبين ولا يسرع، ولكن ضغط عليه يعني ما يقدرش يحل المشكل تاع الفريق الوطني، لان جا في الوقت غير مناسب بالنسبه ليه الفريق الوطني كان المشكل بعد كاس العالم 2014 في البرازيل، المشكل تاع الفريق الوطني تشوف مدربين كبار ما قدروش يحلوا المشكل، هو ما قدرش، دونك دروك الحل الوحيد هو يعني تعيين مدربين محليين، لان كاس العالم خلاص انا يعني خلصت مع ماناش متاهلين، دونك كاس افريقيا ان شاء الله، لان شفنا في الليست يعني قائمة فيها لاعبين محليين، دونك اللاعب المحلي يكونه ويشجع سوى المدرب المحلي، هذه يعني فرصة شفنا في الجرائد اليوم والإعلام يعني صرح بعض الأسماء، تبارك الله إن شاء الله برك الحظ يكون معهم هذا المكان.
ليبقى ما ينتظر المنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة مرتبط بالقرار السليم في من سيقود كتيبة الخضر إلى بر الأمان. إلى ذلك كشفت مصادر الشرق نيوز أن المدرب أبو علام شارف غير مهتم بعرض الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعد أن تم اقتراح اسمه ليكون ضمن مديرية المنتخبات الوطنية. مصادرنا أكدت أن شارف لا يريد العمل في ظل هذا المحيط المتعفن على حسب وصفه، خاصة وأن الأسماء التي تم عرضها من خلال المكتب الفيدرالي كرابح السعدان في منصب المديرية التقنية وجمال بالماضي كمدرب أول للمنتخب لا يلقى الإجماع لديه، خاصة وأنه كان سببا في طرد بالماضي في وقت سابق لما كان يشرف على المنتخب رفقة الناخب الوطني آنذاك رابح سعدان، بالإضافة للحساسية الموجودة بين شارف والكوتش سعدان منذ مدة، ورغبة مدرب الصفراء سابقا في العمل لوحده ومن دون أي مساعدة. شارف أصر لمقربيه أنه غير مهتم بتاتا بعرض الفاف وأنه لا يوجد أي اتصال رسمي لحد الآن. تلعب اليوم أو عشية اليوم ثلاث مواجهات متقدمة عن الجولة السادسة للرابطة المحترفة الأولى موبيليس. أولى المباريات تجمع نصر حسين داي ونادي بارادو في درب واحد بملعب 20 أوت بالعناصر، فيما ترحل الشبيبة القبائل بالعباس لمنازلة الاتحاد القوي بميدانه بمدرب جديد قديم اسمه جون إف شاي. أصحاب الضيافة سيعملون على إضافة ثلاث نقاط لرصيدهم والتقدم أكثر في جدول الترتيب. وفي مباراة ثالثة يستضيف دفاع تاجنانت المتراجع بعد بدايته القوية متذيل الترتيب اتحاد البوليدة الساعي للعودة بالنقاط التي تحرره في ظل الأزمة التي يتخبط فيها أبناء مدينة الورود. قال وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي أن الهيئة التي يشرف على تسييرها لا تتدخل بأي شكل من الأشكال في صلاحيات الاتحاد الجزائري لكرة القدم. رئيس الاتحادية كان أعضاء مكتب الفيدرالي راهم سيادين في القرار تاعهم فيما يخص الاختيار الطقم التقني سواء مدير تقني أو مدير وطني ومدرب للفريق الوطني. حنا نتمنوا إن شاء الله يكون الرجل المناسب لرفع معنوية كرة القدم الجزائرية. هذا ما كان سهل. هذا وأشرف وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي على افتتاح السنة الدراسية الرياضية الدراسية وذلك بالثانوية الرياضية الوطنية بالدرارية. أكد الوزير على أن الدولة تولي أهمية بالغة لتدعيم المواهب الشابة في مختلف التخصصات الرياضية. التغطية للزميلة هناء بكي. حضوري هو دليل على اهتمام السلطات العليا للدولة الجزائرية وتحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لأن هذه المؤسسة توفر كل الإمكانيات وتضمن الراحة وكل الظروف اللازمة في التكفل بالمواهب الرياضية الشابة. المؤسسة تاعنا الدور تاعها والهدف تاعها هو التكفل بالتلاميذ الرياضيين ذا مستوى وطني ومفرق. دونك بالنسبه للثانوية الدرارية والمستوى اللي عندهم مستوى جهوي مستوى اقل من المستوى الوطني، دونك يكونوا في الملحقات اما البوليده اما عين صفراء او ام البواكي. يسعى اتحاد بالعباس للاطاحه بالكناري والزحف نحو المقدمه لتحقيق فوزه الثاني على التوالي على حساب ضيفه شبيبة القبائل ورفع رصيده إلى 10 نقاط لأجل التموقع ضمن كوكبة المتقدمة أو المقدمة عفوا. تفاصيل أكثر مع مصطفى مصباح. بتعداد مكتمل يدخل فريق اتحاد بالعباس مباراته أمسية اليوم أمام ضيفه شبيبة القبائل وعينه على النقاط الثلاث التي سترفع رصيده إلى 10 نقاط وتمكنه من التموقع ضمن كوكبة مقدمة الترتيب. انا باغي كيما نقول لك نحضروا كيما نقول لك بجديه دائما كاع كاين نفس المقابلات اللي حضرناهم. حنا كيما نقول لك حنا على بالنا فريق شبيبة القبائل فريق كبير وعنده مشاكل فوت واحد المشاكل والله بصح حنا المشاكل تاعهم فوتهم خلوهم اكواتي. حنا دائما نحضروا للفريق بلا مشاكل نحضروا بقوه باش نفوزوا بالمقابله ونخلوا ثلاث نقاط هنا ان شاء الله. وكان زملاء بنوه قد ابدوا عزيمه كبيره للفوز بنقاط المباراه أمام خصم يطمح هو الآخر للعودة إلى الديار بنتيجة إيجابية
من شأنها أن تساعده على إعادة ترتيب بيته. سماش ديفيسيل سات سوا انطونيو جديد باش جديد سات انطونيو جديد بالك راح لي جوار يكونوا شويه موتيفي شويه شوط بلوس موتيفي بلوس مي جو بونس هنا نفس صدنا الفرق كيما نقولوا الفرق كيما نقولوا الماكسيموم تاعنا بور با بير دي بوين ان شاء الله حنا سوبجيكتيف تاعنا هذا العام كيما نقولوا باش ما نبرديوش كاع لي بوف صدنا هنا ما نما ماش نيلو لا كما نقولوا ما ناش بحبين ما كاش في راسنا باش نديرو ماش نيلو هنا اصلا انا حابين نربحو كاع لي ماتش تاعنا هنايا مقابله اللي فاتوا حنا محضرين كاع السيمانه حضرنا ظروف جيده ان شاء الله غادي نديرو المقابله ناخذوها كما المقابلات الاخرين بالروح والاراده وان شاء الله نخلو 3 نقاط هنا في اللعب. مواجهه اليوم التي اعيد تقديم توقيتها الى الساعه 5 مساء رصدت لها اداره فريق المكر منحه مغريه بعدما عملت على رفع معنويات اللاعبين بصرف أجرة شهر واحد ومنحة الفوز الأخير المحقق على حساب اتحاد العاصمة. ينزل فريق شبيبة الثورة مساء هذا الجمعة ضيفا ثقيلا على الرائد شباب الوزداد في قمة الجولة 6 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، حيث يطمح أبناء الجنوب للاستثمار في مشاكل أبناء العقيبة وبالتالي القفز إلى المرتبة الأولى. باقي التفاصيل في ميكروفون حيد بعبد الوهاب. تنتظرنا مقابلة صعبة أمام هذا الفريق خاصة في الصراعات الثنائية. احنا راحين مجبرين برفع كما أقول لك مستوى اللعب تاعنا لتحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله. بليز الواحد يعاودي ولا بري أبري دوزان يجوزهم إن سنتين يجوزهم تما بيان وين كانوا جبت معهم كوب داجيري الحمد لله ونقول لك من ناحيه يصح لي الشرف نعاود نولي الفاوت ان شاء الله نكون في الخير على الصوره ان شاء الله ان شاء الله فيكتوار ليكسير ان شاء الله. قبل تاع دوك الشباب الوزداد راح تكون بالك الفريق تاعي سابق وين كشغل نحيي بالمناسبه وان شاء الله راح تكون مقابله كشغل بيناتنا دوك البرومي مع الدوزيام وراح تكون مقابله مصيريه. هذا ويبحث فريق شباب قسنطينة عن تأكيد صحوته عندما ينزل ضيفا على اتحاد بسكرة، ويتواجد أشبال المدرب عمراني في جاهزية تامة لاستكمال المأمورية في أحسن الظروف قبل التفرغ والتحضير لمواجهة الجولة 7 من المحترف الأول موبيليسا، والتي ستضع الفريق في مواجهة قوية أمام الجار وفاق سطيف على ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. محمد بوحصان رصد لنا الانطباعات التالية. قبل صعبة ضد فريق اللي ربما تراجع لنفسه يعني عاود تعالهم كما يقولوها الثقة في نفسهم بعد الفوز الأخير اللي حصلوا في البيار، عارفين باللي راح نسننا فريق اللي عنده رغبة كبيرة باش يحقق نتيجة إيجابية وهذا شيء من حقهم أكيد. نتمنى باش نكونوا حاضرين هالمقابلة في المقابلة ونؤديوا يعني مقابلة أحسن. المقابلة هي عادية تدخل في إطار البطولة الجولة 6 ما عندنا حتى إشكال، فريق اتحاد بسكرة عندنا علاقات مليحة معهم، الفريق تاعنا في أحسن أحواله وإن شاء الله راح نلعبوا مقابلة قوية وإن شاء الله اللي يكون محضر فوق المقابلة هو اللي يفوز. ليكيب اللي بيان أون في دو ماتش أون في دو ماتش. Ça se passe bien, l'équipe se prépare bien dans de bonnes conditions et j'espère qu'on va revenir de Biskra avec un bon résultat inchallah. Nous sommes consciemment prêts pour ça, on sait que ça ne sera pas du gâteau, c'est un match difficile et on va aller aborder ça à l'extérieur. Tout comme autre match où consciemment on sait que ça ne sera pas facile, donc nous du coup on fait quoi? On va pour chercher un bon résultat et ramener au CSC. Voilà, donc mentalement on est prêt mentalement pour aller affronter ce match. بعد النقطة الثمينة التي عاد بها أولمبي المدية من بلوغ بالعاصمة في لقاء المتأخر الذي جمعه بمولودية الجزائر، سيكون الفريق أمام اختبار صعب والآخر أمام الوفاق الصيفي بملعب هذا الأخير في لقاء للتأكيد، ويدرك أشبال سيد أحمد سليماني مدى صعوبة المهمة التي تنتظرهم أمام بطل الدوري الجزائري، وهذا ما جاء في ميكروفون عبد الرحيم براح. في الامكانيه تاعنا مادام استطعنا نعودوا بنتيجه ايجابيه مولوديه العاصمه نقدوا ثاني نعودوا بنتيجه ايجابيه موفق سطيف مالغري كو خصني نقول باللي المقابله غادي تكون صعيبه وغادي باسكو النوعيه الهجوميه فبالنسبه لوفاق سطيف عندهم الخبره وعندهم كيما نقولوا لابيتود دو جوي انصامبل، لكن احنا محضرين نفسيا وتكتيكيا باش نعودوا من وفاق سطيف
بنتيجة إيجابية باش نفرحوا الأنصار تاعنا. هذا فريق اللي غادي نروحوا له غادي نروحوا نلعبوا مع فريق قوي بطل الجزائر ودا شامبيونز ليغ وشغل ايكيب دات ألقاب كثيرة وحنا غادي نروحوا ان شاء الله ننافسوهم في الملعب تاعهم وان شاء الله نجيبوا ريزيلتا ان شاء الله. حنا رانا بري رانا واجدين رانا بينا الحمد لله كونتر مولوديا وان شاء الله رانا ناويين باش نجيبوا تروفي مع مصطفى ان شاء الله وربي ان شاء الله يكون معنا ويكونوا عند حسن ظن الجمهور تاعنا. كشفت الرابطة الوطنية لكرة القدم بأن مقابلة اتحاد الحراش مع مولودية وهرة لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة الأولى والمقررة السبت ستقام بملعب 20 أوت بالعاصمة. وأوضح نفس المصدر أن ملعب أول نوفمبر بالمحمدية الذي تمت معاينته الأربعاء من قبل لجنة مراقبة الملاعب لم يحصل بعد على الضوء الأخضر لاحتضان المباراة. ختاما وبالعودة إلى أرض الوطن، يشرع النادي الرياضي لترقية الرياضة النسوية بثمن راصد في تنظيم أنشطة رياضية نسوية على مدار 20 يوما تدخل في إطار إحياء اليوم العالمي لمكافحة مرض سرطان الثدي. الشيخ لتيم حضر التظاهرة وعاد بالتصريحات التالية. حسوا الفئه النسويه في ولايه ثمن راس انها باش تحاول تقوم بالكشف المبكر ضد هذا السرطان. بالمناسبه قررنا ان نحيوا دورات رياضيه بالمناسبه ومنها ان نديروا ندوات زائد معارض وزائد ندوه فحوصات طبيه ضد النساء اللي باغا تجي تفحص. المبادره الخاصه باكتوبر الوردي هي مبادره رائعه، يعني جبتنا الفكره من خلالها ردنا المشاركه في هذا التحسيس لانه شهر اكتوبر وهو الشهر التحسيس ضد سرطان الثدي. من هذا المنبر ندعوهم الى الكشف المبكر لان الكشف المبكر قد يجعل المراه تتفادى هذا المرض. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا للنهايه في امان الله.